كم ما اشوف ما شاء الله في الكثر من الجمهور السوري يسال، يقول يا ليت تسال عن هؤلاء اللاعبين، هل هم ضمن اهتماماته؟ خليل الياس المحترف في الدوري الارجنتيني الممتاز، سرغان ابراهوم المحترف في الدوري السويدي، سيمون امين، محمد عثمان، محمود داوود لاعب بروسيا دورتموند، اياز عثمان المحترف في الدوري التركي. شنو وجهة نظرك في اللاعبين المحترفين في هذه الدوريات؟ لا، عثمان وعثمان كانوا متواجدين معناها في المنتخب اللي متواجد في الدوري التركي في خليل المدرج الياس الثاني. تحديدا هو اكثر اسم يتداول، خليل لعب في الدوري الارجنتيني. ان شاء الله قريبا ندخل معاه، تعرف هي لازم نتكلموا معاه نتحدثوا معاه، الرغبه تكون موجوده. انا بشجع، عندنا لاعب اخر موجود في استراليا ايضا، في لاعب اخر موجود في استراليا من اصول نعم سوريه ايضا نفس الشيء. هذوما اللاعبين بتاعنا قاعدين بشوي بشوي ندخلوا معاهم في كونتاكت، نحاولوا باش نرغبوهم باش يجيوا للمنتخب. انا مريت بالتجربه هذه، عندي فيها شويه خبره مع المنتخب التونسي، لانه تذكر بيوسف احنا جبنا 3 لاعبين ما كانوش موجودين مع المنتخب التونسي، مولودين في فرنسا، 3 لاعبين متميزين اللي لعبوا معنا كاس العالم وجاوا في السنه الاخيره للمنتخب التونسي واعطوا الاضافه. لكن الشيء اللي نحب نقوله انا للجماهير السوريه، انه اللاعب باش ينضم للمنتخب السوري يلزم اولا الرغبه تكون موجوده، الروح تكون موجوده، واكثر شيء الانتماء يكون موجود. انتماء لسوريا والانتماء للمنتخب السوري، لانه هذاك اللي باش يعمل لنا الفارق في المباريات المؤهله لكاس العالم اكثر شيء، لانه انت تعرف اللاعب اللي معناها ما يكونش عايش في سوريا ومتربي في سوريا ولاعب في سوريا مش نفس الشيء اللاعب اللي يكون موجود معناها في سوريا وعايش فيها واحد. ذاك علاش الرغبه لازم تكون موجوده عنده. ثم بعد هذا كله اهم شيء لازم معناها المواصفات اللاعب لازم تكون متميزه جدا ويكون افضل من اللاعبين اللي موجودين في سوريا باش يقدر ينتمي للمنتخب. لكن مثل ما قلت انا في الندوه الصحفيه اول مره عن توقيع العقد، انه الابواب مفتوحه لكل لاعب عنده الجنسيه السوريه على شرط انه يقدم الإضافة للمنتخب السوري.